لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلام الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الامل، قال: وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه آيات عظيمة ذكرها الله عز وجل في آخر سورة المؤمنون. قال سبحانه وتعالى عن الظالمين لأنفسهم المفرطين في أعمالهم العاصين لربهم سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يتمنى الرجوع عندما يشاهد أعماله السيئة ويرى العذاب الأليم، فيقول: رب ارجعون إلى هذه الحياة الدنيا. يرجع من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنافس في هذه الحياة الدنيا؟ لا والله، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، من أجل أن يعمل الصالحات، ذلك لأن العمل الصالح هو الذي عليه الميزان وعليه الثواب. عندما تنقطع هذه الدنيا ويقبل المرء على الآخرة يرى ثواب أعماله، ويرى أعماله إن كانت سيئة أو حسنة، فإن رآها سيئة قال هذه المقولة وهذا التمني الذي لا يفيد شيئا: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، وهذا استبعاد رجوعهم، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي لا تنفعه هذه الكلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز والفاصل، أي بين الدنيا وبين الآخرة، هذا الموت وهذا القبر برزخ إلى يوم يبعثون، وهذا البرزخ إما نعيم وإما عذاب. فإن كان من أهل الجنة فتح له من أبوابها فيجد من ريحها ونعيمها، وإن كان من أهل النار فإنه يعرض عليه من النار من لهيبها وعذابها، كما قال سبحانه وتعالى عن آل فرعون: والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فيعرضون على النار غدوا وعشيا، عذابا لهم وتنكيلا لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإذا نفخ في الصور، أي يوم القيامة إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في هذه اللحظات لا ينفع المرء لا حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال، لا ينفعك إلا العمل الصالح الذي قدمته في هذه الحياة الدنيا. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا عرف العبد هذه الحقيقة عمل لتلك اللحظة، لا ينفعك لا حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال ولا غير ذلك من الأمور الدنيوية أبدا أبدا، إنما هي الأعمال، كما قال سبحانه في هذه الآيات: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الفلاح الذي لا خسران بعده، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا غلبت السيئات على الحسنات وأحاطت السيئات بالمرء فإن مصيره هذا المصير الذي ذكره الله،
في جهنم خالدون. وهذه الآيات في الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، نسأل الله العافية والسلام، ما أحاطت بهم السيئات من كل اتجاه، فلا توزن أعمالهم كما توزن أعمال العبد المؤمن وتترجح بين السيئات والحسنات، وإنما يقرون على ذنوبهم ويكبون على وجوههم في نار جهنم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي عابسون من شدة ما يرون من العذاب. بينما أهل الإيمان وإن دخلوا النار فإن النار لا تأكل مواضع السجود، وأما الكافر فإنه يحترق بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هذا استدل العلماء على كفر تارك الصلاة، لأنه إذا لم يصلي فإن النار تأكله كله، فليس فيه مواضع سجود ومواضع صلاة، فدل على أن النار تحيط به من كل اتجاه، وهذا يدل على كفره، نسأل الله العافية والسلامة. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالله عز وجل يقول للكفار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم. الله عز وجل أقام الحجة، لا حجة لأحد على الله بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأنزل الله الكتاب وأرسل الرسول فقامت الحجة وانقطعت المعذرة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، فيعتذرون فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ولكن هذا لا يفيدهم، فيقول له سبحانه، فيقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا، أي عدنا إلى الذنوب والمعاصي، فإنا ظالمون. وهم كاذبون، لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم أعظم توبيخ على الإطلاق، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا خطاب من الله عز وجل إذلال لهؤلاء الكافرين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أي أن هؤلاء الكافرين كانوا يستهزئون بالمؤمنين، وهذا هو حال كثير من المنافقين اليوم، تجدونهم يستهزئون بأهل الاستقامة وأهل الديانة وبالعلماء. هؤلاء هم كما قال الله فيهم هذه الآيات وفي أشباههم، يستهزئون بأهل الدين وأهل الإيمان. حتى أنسوكم ذكري، يعني أنساكم هذا الاستهزاء ذكر الله عز وجل. ولكن ما هي العاقبة؟ إني جزيتهم، جزيت هؤلاء المؤمنين بما صبروا أنهم هم الفائزون، فازوا بجنات النعيم. فإذا فازوا بجنات النعيم فهم يوم القيامة من الكفار يضحكون جزاء وفاقا، كما ضحك هؤلاء الكفار واستهزأوا بالمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، فإن يوم القيامة يكون ضحك المؤمنين على هؤلاء الكافرين أعظم وأشد نكالا. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كما كانوا يستهزئون بالمسلمين في الدنيا، فإن أهل الإيمان يضحكون منهم يوم القيامة جزاء وفاقا. وليس ضحك المنافقين اليوم والكافرين كضحك المؤمنين يوم القيامة، فما عند الله عز وجل من العذاب والنكال أشد وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم مكثتم في هذه الحياة الدنيا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. انظر إلى
رد هؤلاء الكفار لتعلم حقارة هذه الحياة الدنيا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بعضهم عمر 100 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ولكن ماذا يقول؟ يقول لبثت يوما أو بعض يوم، كل هذه السنوات عنده كيوم أو بعض يوم. فاسأل العادين الذين يعدون هذه الأيام. وهذا يدل على حقارة هذه الدنيا، وهو دليل كما قال سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال إنه ليؤتى بأنعم أهل النار، وهو من أهل الدنيا، يعني أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم، ويصبغ صبغة واحدة في نار جهنم، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ انظر صبغة واحدة في نار جهنم، فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط. الدنيا حقيرة. هؤلاء مع الحياة التي عاشوها في هذه الحياة الدنيا، وإن طالت أعمارهم، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، فيرد الله عليهم قال إن لبثتم إلا قليلا. الدنيا قليلة، كلها قليلة، فكيف بعمرك أنت؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تنزه الرب الكريم سبحانه وتعالى عن هذا الظن الذي ظنه الكافرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نزه الرب سبحانه وتعالى عن نفسه وعن هذا الظن الذي ظنه أهل الكفر وأهل النفاق أنهم إلى ربهم لا يرجعون، فإنهم سيرجعون، سيحاسبون ويعذبون، ويدخلون في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين. نسأل الله السلامة والعافية. آخر آية ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: وقال تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذه آية عظيمة فعلت الأفاعيل في قلوب العباد الصالحين. فقد جاء عن ابن المبارك وعن الفضل بن موسى وعن الفضيل بن عياض رحمهم الله ورضي عنهم أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى صاروا أئمة في العلم وفي الزهد والورع بسبب سماع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ما نزل من القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل عاتب بهذه الآية من؟ عاتب الصحابة السابقين إلى الإسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، وعاتبهم الله هذه المعاتبة العظيمة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكيف بنا وقد طال بنا العمر وطال بنا الأمد والقرآن يسلى بين أيدينا ويسمع، ومع ذلك كثير منا في غفلة عن هذا القرآن العظيم. ولذلك كثير من الناس تشبهوا باليهود وبالنصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم أعرضوا عن التوراة والإنجيل حتى قست قلوبهم، لأن اليهود والنصارى تركوا الكتب المنزلة وذهبوا إلى الروايات والأخبار حتى أعرضوا عن ذكر الله، ثم قست قلوبهم جزاء وفاقا حتى وصلوا إلى الكفر والفسق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك اليوم كثير من يتسب إلى الإسلام قد أعرض عن كتاب الله إعراضا بكلية. أين الناس التي تحكم شرع الله اليوم وتجعل هذا القرآن هو الفيصل وهو الحكم؟ قليل ما هم. لا يعرف الآن دولة على وجه الأرض تحكم هذا الكتاب إلا هذه الدولة، مع نقص وقصور. فلذلك يا عباد الله، لا عز لنا ولا شرف ولا نجاة إلا بهذا القرآن العظيم. فالإعراض عن القرآن ليس معناها الإعراض فقط عن التلاوة والتدبر، وإنما الإعراض حتى بالعمل وعن التحكيم، كل هذا إعراض عن كتاب الله عز وجل. فلا بد للمرء أن يحكم هذا القرآن في كل أموره، في كل شؤونه،
ويجعل له وردا يقرأ في كتاب الله، ويجعل له وردا يتدبر فيه كتاب الله عز وجل، حتى لا يبتلى بما ابتلي به اليهود والنصارى بأن ضربت قلوبهم وقست حتى وصلوا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا، يعني ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهنا في قوله سبحانه وتعالى وكثير منهم فاسقون هذا احتراز، فالله عز وجل لم يقل كلهم كافرون كلهم فاسقون كلهم ظالمون، وإنما قال كثير منهم فاسقون، لأن من أهل الكتاب من آمن بالله، من أهل الكتاب من آمن بالله وحسن إسلامه وجاهد في الله حق جهاده، ولكن الأكثر والأغلب من هؤلاء من اليهود والنصارى أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم فاسقون. وقال في آيات أخر سبحانه وتعالى وأن أكثرهم فاسقون، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالغالب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذه الآية من الأصول التي اعتمد عليها العلماء في حرمة التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وخصوصا في إعراضهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.